لانه هنا احنا بنقول السوداني، السوداني يعني نور المالكي، كل احنا نعرف هذا الشيء واضح. المالكي هو يريد يعيد الدوله العميقه اللي اسسها بالبدايه وبعد ما انهتها ثوره تشرين، خلينا نسميها نهايتها، كانت نهايتها هي ثوره تشرين. اليوم المالكي هو يريد يرجع الدوله العميقه والقوه، ويريد يرجع العراق الحضن ايران بالكامل مثل ما دخلت بالبدايه الميليشيات وقوات بدر، وبعدين تاسست وراء العصابه وبقيه الميليشيات التابعه لايران. فاليوم هو السوداني الهدف الرئيسي مالته هو جاي يرجع العراق للحضن الكامل لايران.